منكم وجرح منكم والصراحة 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 الحقيقة تجرحت مليون مرة والصراحة تلفى مليون مرة الحقيقة تجرحت مليون مرة والصراحة تلفى مليون مرة خالد وين بتروح يا يمه؟ ما صار لك شهرين من رجعت من القاهرة؟ شو أسوي يا يمه؟ من هالملل؟ وين بتروح هالمرة؟ هالمرة بروح لندن. زي ما قلت لي من وين لك الفلوس؟ الله يسلم بنك قطر الوطني، أخذت كمبيالات. الله يهديك يا يمه، الله يهديك. لو هالفلوس اللي قاعد تلعب فيهم لعب تاخذ لك بنية الحلال مو ببرك لك؟ يا يمه تو الناس وين بغت تتزوج؟ ربك يفرجها. الله يهديك يا يمه، يفرجها يفرجها وانت قاعد تلعب في الفلوس لعب. يلا يمه سلمي على الوالد. لا يمه اروح سلم على ابوك علشان توافق يا وليدك. يمه ترى انا سلمت عليه البارحه وكان زعلان علي، سلمي عليه مره ثانيه. مع السلامه يا يمه، الله يراجعك بالسلام ويهديك يا وليدك. يا اخي تاخر وايد. شافي هاي طول عمره كله متاخر. صح يعني عوزنا. اكو يا يلا عاد يا البارد. عن الغلط يا اخي. يلا يبا اخلص اخلص اخلص. اقول اشوف ناس وايد رايحين لندن. اللي انت طول عمرك مفلس بتروح لندن، شلون غيرك؟ يا اخي انت ايش فيك علي اليوم؟ جني رايع على حسابك. يا ايش فيك تضحك؟ اضحك عليك تقول بسافر على حسابي كلها كم من اسبوع وبعدين بتجيني تتسلف مني كالعاده مثل العاده يا الحبيب واصرف عليك. اتخسي وتهبي، انا اذا اخذ منك فلوس سلف عقب ما اعود الدوحه اردهم لك. يلا يلا اخلص اخلص. اقول شباب يا وين الساره الليله؟ بعد الساره بعد ها الديسكو. يا سلام يا عاد كل يوم نفس الديسكو غيروا عاد ولا نغير؟ ايش رايكم الليله نروح ملهى عربي؟ ملهى عربي. يا ايش فيكم تضحكون؟ ملهى عربي من فلوس ابوك يا ولد الذين لا يكون انا جاي على حسابك وانا ما ادري. فهد صاد انت تدري كم احنا بنخسر في الملهى العربي؟ لا وعلى الفاضي. خلونا نغير الديسكو، انا صراحه لا عتشبتي منه. يا ونغير وين نروح يعني؟ نروح اي مكان. شوف انا صراحه الحين يعان، بروح كنتاكي باكل شوي وبرجع. يلا في ملا. على السلامه. ملهى عربي لا تاخر. اقول جيب لي وياك واحد. ماذا عربي؟
تدورين الشنطه؟ نعم. هذه؟ ايه مشكور. زين انت وين؟ احنا من قطر. قطر؟ زين هذه اللي معاك اختك؟ لا عمتي. يا اخي تاخر خالد. ما تعرفه هاي بارد؟ هذا الحين تلقاه قاعد هناك ياكل على ساعته كنا نمله. ما علي الحر، ما علي، لكن والله حرام عليك الكتاب، بعطيه محمد. طيب لا هذا ما بيه. ما تبيه؟ يا كيفك باكله بروحي. الله يا ربع، ترى مساع في كنتاكي واحدة طالعني مطالع. ويالس ان شاء الله في الزاوية معها بنية صغيرة. يا ايش دراك؟ عدري. ما تعرفها هذه؟ هذه بنت سوبرمان. سوبرمان؟ تعال، سوبرمان تاجر العود اللي عندنا في الدوحة. اي ما غيره. هذا هو. هذه بنته. ايه هذه بنته وما عنده غيره، والملايين اللي عنده كلها لها. يا ما عنده ولد. ولا واحد. طيب هالملايين هذه كلها من نصيبها العانس. لا تعالوا انتوا شلون عرفتوها؟ شوف هاي صار لها 7 سنين ما تصيف الا في لندن، وكلها طايحه في كنتاكي ولا عند راعي الايس كريم. لا والعصريه والمغربيه تحصل في هالبرت. عاجل زين يا خبير، هي يعني متزوجه؟ متزوجه؟ هذه يبا عداها السن القانوني، طافتها مطاف كذي ما قدرت تتزوج. الحين وصلت مرحلة الياس يا الطيب. شفتني أنا أحلى منها. ما عليك بالمكياج. كان يقمي وانا عسكري. اخوي ليش نتكلم لاحقنا؟ انا؟ اي انت. لا اختي انت غلطانة. لا مو بغلطانة. يمكن يكون واحد يشبهني. لا مو واحد يشبهك،
ولا تسوي نفسك غشيم. أنا؟ إي أنت. الله يسامحك. أختي ممكن أسأل سؤال؟ تفضل، بس أول قول لي أنت من وين؟ أنا؟ إي أنت. أنا من قطر، وأنتي؟ أظن أنت تعرف، مادام لاحقني لين عمارتنا. أنا؟ إي أنت. يما منك، يلا يلا يلا. يلا. اي اعرفه. يعني تعرفني انا خالد الوطواط. دمك خفيف. بعدين تعال، انت شو عرف رقم تليفوننا؟ بعد اللي يسال ما يضيع. زين، ايش تبي بالضبط؟ صدقيني انا قصدي الشريف. شلون يعني؟ ها شلون يعني؟ ما ادري، انا اسمع وايد ناس يقولون قصدي الشريف. دمك خفيف، انت اكيد قطري. اي نعم قطري. انت بعد قطريه؟ والله اظن انت تعرف. اي نعم اعرف، واللي عارفه بعد ان انت بنت السوبرمان. والله؟ وبعد تعرف الوالد؟ اي نعم اعرفه، الوالد اشهر من نار على علم. بس ما تخاف منه؟ لا تسوي شر ولا تخاف. هذه حكمه. لا طرفه. شوف عاد، انا ما احب هالخرابيط. اي خرابيط؟ ما أدري يعني المغازل والسوالف في التليفون. ولا أنا بعد. لا عيل، شنو جالس تسوي الحين؟ صدقيني غصب عني. إيش قصدك؟ لا تقول لي غصب عني. والله والله غصب عني، قصدي شريف. اللي قصده شريف ما يسوي كذي. عسى بس يعني ما أزعجتك. تبي الصدق عاد أزعجتنا. بعدين الوالد لو عرف بهالسوالف راح يذبحني. صدقيني صدقيني غصب عني. قصب عني. طاحت البنية. كذي خليتيني مثل القطوة لا حكيتش ملاحق. والله ما حد قال لك. بس تدرين صايرة ثقيلة ما تعطيني وي. لازم يعني ما أعرفك. زين والحين؟ لا الحين عرفتك زين وزيادة عليه بعد. إيه قوليها قوليها، ليش قطعتيها؟ أوه أستحي. عاد تدرين ربعي بالشقة شي يقولون عني من 3 أسابيع؟ شي يقولون؟ كل ما دش عليهم الشقة استلموني أكو يا البوديغارد مال بنت بنت السوبرمان. أنا صراحة يعني أنا بقول لك شيء بس مستحي. يلا عاد قول. أنا صراحة يعني أنا خلصت فلوسي وبعد كم من يوم أنا بسافر. إيش فيك تفكرين؟ لحظة. شوف هذه 2000 جنيه وتم معانا لين نسافر عشان نتعرف على بعض على الأقل أكثر. ولا تقول لا. يب بس يعني لا تقول بس ولا شيء، ترى بعدين أزعل منك. السلام عليكم. عليكم السلام. حيا مرحبا. أوه شو هالبدلات هذي؟ أخبرك مبلش. أقول لك هاي من خير السوبرمان. لا وبشركم الليلة سهرة علي. من قدك بعد طايح في بنك. على الحسد عاد. خلاص يعني أنت الحين ناوي على الزواج؟ أكيد إن شاء الله. زين أقول
وين بتجيب مهرها؟ بيتدبر يا ريال. السوبر بكرة؟ اي نعم بكرة، بكرة مع البنك المركزي. وعلى نفس الطيارة بعد. بسك عادي يا يمه، بسك على تيب. فرحان يا يمه، فرحان برجوعك سالم يا وليدي. ايش دعوه يمه، ايش دعوه، رايح الحرب انا. ازيد يا يمه ازيد، غيابك شهر كنا دهر يا وليدي. اي يا يمه، باكر بتتزوج وبتعرف قيمه الظن يا وليدي. يمه انا قررت اتزوج. وي هذه الساعه المباركه يا يمه. بس ما قلت لي ومن وين لك الفلوس؟ بتدبر يمه، بتدبر ان شاء الله. انا اليوم بقول حق ابوي عن الريال هذي، وعقب كم من يوم بنروح نخطب. زين وين بتخطب يا يمه؟ يمه انت تعرفين السوبرمان؟ الله يهديك. اي سوبرمان؟ انا مو عارف الا ذي اللي يحطونه في التلفزيون رسوم متحركه. لا يمه مو بذي، اكو تاجر عود عندنا في الدوحه يسمونه السوبرمان. هذي يمه انت ما تعرفينه. وي تعال، لا يكون اللي بيع غنم الاول وحين صار تاجر سيارات. عليك نور، هذا هو. الله يهديك يا يمه، هذه وين واحنا وين؟ هذه ريال غني واحنا فقاره يا يمه على قد حالنا. عاد انت تصدق يا يمه بيرضى يزوجك بنته؟ يا بيوافق وكنا العيد بعد. الحمد لله، الحمد لله على هاليوم يا يمه اللي الله بلغني فيك. لكن نذر علي، انت زوجت لا صوم اسبوع. الحين والله راح خطبها من عند ابوها. اي نعم، وياني امس وقال لي ابي المرسيدس واصريت عليه. قلت له ايش تبي فيه؟ قال لي يعني بس خلي الشيء هذا بيني وبين بينك، لا تقول حق فهد، يمكن بعدين اهلها ما يوافقون يقعد يطنز علي. اكيد الحين قايل لهم على المرسيدس مالي. وافق ابوها، وافق وقال بياخذ شورها. انت خدني شو بتتزوج انت وانت مطلوب قد شعر راسك؟ اقول لا تنسى 3000 اللي مسلفك اياهم في لندن. يا اخي كل تبدي انت يا اخي، ذبحتني يا اخي كلها شهر. بعدين ترى الصيف الجاي بوديكم لندن على حسابي. من قدك بعد بناسب بتناسب مليونير. انا اقول تعال، شلون ابوها وافق؟ شلون وافق؟ جاب المرسيدس وقال هذا ما هو ابوه، ولا هذه ابوه كان مسحر ببريد. والحين تحصل مدراد الحكومه، لا ومتقاعد. شوفي يا بنتي، هذه صوره لصبي. عاتم كلموني عنك وقلت لهم اعطوني مهله اسبوع عشاور بنتي وبعدين ارد عليكم، وان شاء الله ما بيصير الا الخير. هذه يبا وايد حلو، من ولده؟ ياه ما تعرفينه، ولد جاسم جيران الأوليين. جاسم؟ بس هذه ما قد شفته في الدوحة. هي يا بنتي كفو، هذه البنية. أصلاً أنا يا أبوش ما صكيت عليك باب البيت إلا علشان يقولون والله بنت فلان والنعم متربية ما حد يشوفها. بصراحة يا يبا أنا موافقة،
بس واللي يخليك لا تطلب عليهم وايد، تعجزهم بعدين يشردون. هذه سابع صورة أشوفها وما يصير نصيب. يا بنتي أنا ما أبغي أبيع برخيص، أنا ما أبغي أزوجك ببلاش. وبعدين الناس بتقول، بيقولون تملل من بنته وزوجها ببلاش. لا يا بنتي أنا مو بقصدي كذي، أنا قصدي يعني لا تطلب عليهم مهر وايد ودزة وشبكة. يبقى الحين أنا عمري 35 سنة. إن شاء الله يا بنتي يصير عمرك 40 سنة. أنا ما أبغي أبيع ببلاش، أنا أبغي أزوجك وأسوي لك اللي مستوت. إذا هذي كلامك يبا أنا بتم عندك ولا حد بيطلبني. هذه الحين سابع صور نشوفها وما نتفق معاهم، ترى بعد كم سنة حتى نقتف ما نشوف. واللي يخليك لا تطلب عليهم وايد. خلاص يا بنتي أنا مو بطالب وايد، أنا يزيز الناس. وبعدين ما هو بطالب إلا الشيء اللي متعارف عليه عند الناس. وبعدين يا بنتي أنا ما أبغي أحط شيء في مخباي مثل بعض الأبهات. لا أنا عارف وواثقة من هالشيء، بس يعني لا تفاصلهم وايد. خلاص يا بنتي ما يصير خاطرك إلا طيب. مبروك يا أبو وليد، ألف مبروك يا الطيب. الله يبارك فيك. سيد تعال يا أخي، الحين موبتي بفلوس بعدين يعني مصاريف. الصراحة والله شوية من الوالد وشوية أخذت كمبيالات من البنك، والسيارة اللي عندي ترى بعتها، يعني الحمد لله حصلنا مبلغ يمشي الحال. والوالدة الفقيرة المسكينة مسكينة عندها شوية ذهب يعني صيغة، مخليتهم حق الزمن حق اليوم الأسود. الفقيرة باعتهم تقول ب2000 ريال. يلا الله يسهل. إيه بس أنا أعتقد يا خالك يعني الزواج يبي أكثر، يبي شهر عسل، مصاريف بيت. لا يا أخي لا يا أخي، شهر العسل شنو هذا؟ هاي لا حق الأجانب، أنا ما عندي هالسوالف. بعدين أنت أبوك يوم تزوج أمك وداها شهر العسل؟ لا طبعا ما وداها، وهذا هم قاعدين شحلاتهم مستانسين كأنهم كناري. بعدين يا أخي إذا ما رحنا شهر العسل بنموت. لا يعني ما أنت بميت، بس يعني الحين كل اللي تزوجون يروحون شهر عسل. زين دام عندك هالفلوس، وين الفلوس اللي انا طالبك يوم؟ انا طالبك 3000، وين هي؟ بعد يا فهيد بعد يومين من الزواج بتوصلك. شاهد عليه؟ يعني انت بالله الحين شلون بتتزوج وانت مطلوب؟ انا اللي عقب الزواج اموري هذه كلها بتنحل ان شاء الله. بتتزوج بنت؟ يعني شوف انا ما اعتقد انهم يوافقون عليك، تدري ليش؟ أنا ما يدرون إن إذا شافوا حالتك بيشوفونك إنك كحيان وهذا ولا تسوى بيزة. أنت عايش على 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 الله، وإن مال الله هذا يسلفك وهذا يعطيك من هنا، هذا اللي عايش عليه أنت. بتدبر إن شاء الله، بتدبر. خوش ولد وايد حلو، محظوظة أنت صبرتي ونلتي. الحمد لله. ها عجبت وايد، بس سألتوا عنه. وبعدين تعالي قولي لي كم عطاك المهر؟ والله يا موزة انا والوالد ما يهمنا الفلوس، المهم الريال. وبعدين ابوي مصمم هالمرة على المهر اللي تعطونه الناس. بالبركة من المال ومنك العيال. مشكورة. بس تعالي ما قلتي لي متى الملكة؟ الملكة ان شاء الله باكر. يا بنتي هذه حضرة القاضي يبي يسمع منطوقك قبل الملكة. هاي يبا ايش قلتي؟ وكلته يا ابوك؟ اي وكلته. اي زين يعني موافقة؟ ها ما سمعت. اي نعم. اي زين اشوى على بركة الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. من هو المعرس؟ أنا. إيه تعال يا أبوك تفضل يجلس إحدى عمك. أنت والشهود؟ نعم. إيه على بركة الله إن شاء الله. الله يبارك فيك.
ايه ولدي كم المهر؟ طال عمرك اللي يطلبه عمي انا جاهز. يا ليش انت ما اتفقتوا؟ والله طال عمرك يا حضرة القاضي، احنا الله يطول لي عمرك ترى ما ندور لفلوس، احنا اللي يهمنا في المقام الاول الريال. اي بارك الله فيك، والله يكثر من امثالك، بس لازم تحددون. والله يا حضرة القاضي احنا بعد مثل الناس، اللي يدفعون الناس احنا مثلاتهم، وبعدين مثل ما قلت لك طال عمرك احنا الحقيقة يهمنا الريال، واللي بيدفعه وبيجود به يده احنا ما عندنا مانع، ولا اعتقد ان هناك اختلاف يا حضرة القاضي. اي زين، ايش قلت الحين يا ولدي كم تدفع؟ بس طال عمرك يعني ما يصير، يعني لازم هم يطلبون. والله انا مثل ما قلت حق حضرة القاضي يعني يزنا يز الناس. اي بس بعد في ناس خايفة من الله وناس طماعة. لا يا حضرة القاضي ابشرك احنا ان شاء الله من اللي يخافون الله. زين على بركة الله ان شاء الله. عاد قول الحين يا ولدي كم تدفع؟ هو طال عمرك يعني الصراحة يعني هو يعني احراج يعني بالنسبة لي. طال عمرك يعني انا توني شاب يعني توني متأهل، يعني هو انا عندي 5000 ريال، 5000 ريال، انا عندي 5000 ريال، يعني هاي مثل ما يقولون يعني تحوشة العمر هذه، يعني بعدين الريال خايف الله. 5000 ريال؟ بتتزوج ب5000 ريال؟ حضرة القاضي هذه 5000 أنا فستان بنتي اللي حق الزفاف بيكلفني أكثر من 5000 ريال، لأنه بغيرك أنت 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 بتتزوج سخلة أنت. استغفر الله العظيم، شنو سخلة يا عمي؟ هاي 5000 ما حد يتزوج بها إلا إذا بياخذ له سخلة. طيب يا عمي طيب، أنت كم تطلب؟ أنا كم أطلب؟ مثل الناس 50000 مقدم و50000 مؤخر، وهذه بعد شوي الله وكيلك في ناس تاخذ بالـ200 و300 و400، لكن انا قلت لا انا ادور الريال. شلون 50000 مقدم و50000 مؤخر؟ وين اجيب لك انا؟ من وين تجيبهم؟ مثل الناس اخذ كمبيالات من البنك. طال عمرك انا اخذت كمبيالات وهاي اللي اعطوني اياه بس 2000 ريال. اعطوك 2000 ريال بس؟ اي طال عمرك انا 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 اصلا ما اشتغل، زين هم اعطوني 2000 ريال، انا ما اشتغل، انا وديت رفيجي كفلني في البنك واعطوني هالفلوس، بعدين لو تزوجت اردهم له. انا ابي اعرف شلون بس اعطوك 2000 ريال؟ طال عمرك انا ما اشتغل. ما تشتغل وياي تبي تتزوج بنتي؟ انا اصلا لين تزوجت زوجتي يعني اللي هي بنتك هي مو تشتغل مدرسة، خلاص راتبها يكفيني ويكفيها. يعني انت جاي تتزوج بنتي علشان تصرف عليك؟ هي عمي يعني ما فيها شيء، ما فيها شيء اصلا يا عمي، هالايام الزواج يعني تعاون تفاهم بين الرجال وزوجته ما فيها شيء. يا والتعاون يقول انك انت تقعد في البيت وتحط ريل على ريل ها، وبنتي تروح تشتغل وتكد وتترس بطنك. لا يا عمي لا يعني مو بهالصوره. شلون عين فهمني؟ شوف يا عمي، انت عندك شركاتك عماراتك دكاكينك، اكيد بتشغلني عندك يا عمي، يعني ما راح تقصر عني وراح تساعدني اكيد. يا الهيس سجل انك ما تستحي على وجهك، 5000 ريال وياي تبي تخطب بنتي وتبيني اصرف عليك؟ عن السب يا ابو العروس، عن السب يا يبا. يا حضرة القاضي ما تشوف شي يقول يبي يتزوج بنتي ب5000 ريال؟ هذي ريال هذي؟ لا 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 لا، شنو تصرفون علي؟ لا 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 انا اصلا ما اقبل. يا هذا انت تقول الحين؟ شوف يا عمي كل شيء بفاتورة. اي نعم كل شيء بفاتورة، يعني مثلا ها تشتري لي سيارة، طال عمرك انا ما عندي سياره، تعطيني الفاتوره عقب ما اشتغل اسددها لك. مثلا يعني مثلا تشتري لي ثياب، انا طال عمرك انا ما عندي ثياب انا ها، تعطيني الفاتوره عقب ما اشتغل اسددها لك.
بعدين يا عمي انت لازم تشتري لي بيت. اي نعم بيت، لان الصراحه انا وياك ببيت واحد ما نقدر نعيش. هي شلون عيل تحطني الفاتوره عقب ما اشتغل اسددها لك؟ والله حتى لو الفاتوره فاتوره البيت تكون ب100,000. هي شلون عيل افعلك يا عمي؟ حتى لو مليون بعد افعلك يا عمي، كل شيء فاتوره. هل يا عمي انت ظنك انا باخذ بنتك عشان تصرفون علي؟ لا يا عمي لا، من يقول؟ انا اصلا ريال عندي كرامه. عجيب. وبعد ما عندك سياره؟ طال عمرك انا بعتها انا، لان صراحه انا لن بغيت اتزوج، انا ما عندي فلوس، انا بعت السياره. بعدين انا ربعي يطلبوني فلوس، رحت عطيتهم الفلوس، تمت 1,000 ريال. هال1,000 حطيتها على 4,000 اللي عندي بس، هذا هو المهر. هذه هو المهر؟ 5,000 ريال مهر حق بنتي؟ هل 5,000 ريال انا اشوف انك تاخذها وتروح سوق الغنم تشوف لك خلبها، ولا بنتي مو بحق اشكالك اللي ما تستحي على وجهك؟ يا عمي يا عمي هدي اعصابك هدي اعصابك، تعال خلنا نتفاهم يا عمي. اي نتفاهم؟ قم لا اعطيك راشدي اخلي وجهك يدور وراك. اي نتفاهم؟ صدق ما تستحي على وجهك؟ لا، والاخ بعد جاي ويبيني انا وبنتي نصرف عليه. صدق ما تستحي على وجهك؟ تعال تعال زين، تعال يا ابو العروس، وين رايح يا ابو؟ اقعد الله يهداك، خلينا نتفاهم. اقعد. اي نتفاهم يا حضرة القاضي؟ انا اقول يا حضرة القاضي، هل 5,000 هذه اللي يبي يتزوج بها؟ خلي يروح سوق الغنم ويشوف الاسخلة تصرف عليه احسن. يلا 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 يا بنتي قومي خلنا نمشي. خير خير يبا، ما اتفقتوا؟ الهيس يبغي يتزوجك علشان تصرفين عليه. انا اصرف عليه؟ اي لا شغل ولا مشغله. وكم بيدفع؟ بيدفع 5,000 ريال مهر. هاي كل شيء من هالمهر والشبكه والمطبخ، كل هالسالفه واللي ما يستحي على وجهه ب5,000 ريال. لا وياييني بعد يقول تعال تعال خلينا نتفاهم. زين انت ليش ما وافقت؟ يا اوافق؟ شو اوافق عليه يا بنتي؟ هاي جاي تزوجك علشان يحسبك بنك، يبينا نصرف عليه. والله يا بنتي لو ما تعودت من ابليس كان فسخت العقال وخليته يشبع منه اللي ما يستحي على وجهه، لكن الحمد لله تعودت من ابليس قدام الناس. اخر شيء قلت له 5,000، روح سوق الغنم وخذ لك اسخله علشان تصرف عليك اللي ما تستحي على وجهك. يا يبا ليش ما وافقت؟ يا ايش هالكلام؟ ما فيها شيء، ما فيها شيء لو انصرفت عليه. معقوله انتي تصرفين عليه؟ يبا اذا انا ما اخذت ما راح اتزوج طول عمري، وبعدين ما حد راح يجيني بعد هالسن. انا يبا قصيت عليك يوم قلت لك ان عمري 35 سنة، انا الحين عمري 39 سنة. انا بتزوجه وبصرف عليه وعلى ابوه بعد. يا فطوم اشوفها طهرت وشمخت. يا فطوم شوفي عاد امشي قدامي، ولا ذبحتك الحين هني وافتكيت منك؟ اذبحني بس انا لازم اتزوجه. انت عارف ليش واحد مثل هذي طمعان فينا؟ لانك بطول السنين الماضيه ترفض اللي يوني، عشان كذي هو عرف اني اذا ما خذيته ما حد غيره راح يجيني. عمي 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 تعال خلينا نتفاهم. عميت عيونك وخر، انجلع جلاك الله. امشي قدامي امشي اشوف قدامي. عمي وخر. يا عمي خلينا نتفاهم. عمي لكن شو اقول شو اقول؟ منك يا عمي. Thank you.
تعلم والمصيبة من تعلم ومن تعلم ومن تعلم لا من تعلم.